السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت يمينك قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواج قد فرضنا عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد فرضنا ما عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إلى قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إنما الحياة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا إنما الحياة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم حسبك السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون إلى قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الله تفخيم اسم الجلالة. هو الله الخالق الخالق الإظهار لا القمرية الخالق البارئ المصور مصور حكم الرب رقيق له الأسماء الحسنى المد المد اللاجب المتصل. السؤال الأخير لما سمي مد الفرق بمد الفرق لما سمي مد الفرق بمد الفرق ميسا أكتي ممد الفرق ومد الفرق سبولا سبولا تنا رسا تنا رسا رسا فرق فرق مد الفرق ميسا أكتي متهكنا فرق فرق كأنه يفرق بين الاستفهام والخبر كان على ربي واني سكان استفهام تنبيه لكم الأباري بارك الله فيك.